الالياف هي ما هي الا ان هي ماده تقدر، حتى ممكن نوري الساده المشاهدين الفيديو بتاعنا اللي دايما بنوريه لكذا سبب، ان في ناس بتاخدها والى حد ما مش عارفه طريقه الاستخدام قوي، فبناكد على طريقه الاستخدام. ممكن ناس كتير الحاجه سالت الثانيه فعلا عاوزين نوري الناس قد ايه هي حاجه سيمبل وطريقتها يعني ما فيهاش، سهله وبسيطه بالظبط كده. احنا بنجيب كوبايتين، الكوبايتين دول بيشابهوا كاننا جايبين معدتين، كل واحده منهم في الكوبايه اللي احنا الاولانيه اللي حطينا فيها الالياف دي فيها ماده زيتيه، فيها طبقه زيت عاوزين نشوفها قد ايه هتمتص الزيت ده، والكوبايه الثانيه فيها ميه عاوزين نوري الناس قد ايه الالياف تقدر تمتص الميه. لما بنقلبها كده وانت بتقلبيها اصلا بتزداد سمكا او بتحس ان في مقاومه وانت معلقه بتقلبيها. تقلت معايا في ان انا بقلب بالظبط. ما انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احط حاجه تفضل في المعده، انا مش عايز احط حاجه ادوبها في ميه واشربها تنزل، طب وخلاص ايه اللي انا استفدته؟ صحيح. انا عايز حاجه تقعد في المعده، تشغل حيز المعده بالظبط، اكبر وقت فتقفل المعده ممكن. وتقعد مده اكبر مده ممكنه. طبعا ليه بحط كميه قليله؟ عشان بس ما تبقاش كتير على الناس انها تاكلها، لكن بعد ما الناس واحنا بنقلب زي ما بقول لكم بتزداد سمكا، فبتبقى عامله زي الزبادي او اكثر قواما، اكثر سماك سمكا شويه. بتقعد معانا بقى قد ايه يا دكتور لما بتشغل حيز 10 المعده؟ 15 ساعه، وهوريكي ليه دلوقتي، لان هي بتزداد سمكا زي ما بوريكي كده، فبتزداد مقاومه. بعد ما بناخدها هتوريكي بتبقى خلاص عامله زي الزبادي، فبناكلها. بعد ما بناكلها انا عايزه تشغل المعده، ما هو زي ما انت شايفه بص المعلقه ما نزلتش، ده معناها معنى ان كده ده ان هي مركب صلب، سميكه او صلبه. حاجه واقفه في المعده. طيب انا عايز الشويه الصغيرين دول مش هم اللي هيملوا المعده، يعني الشويه دول هيملوا المعده مستحيل، فعايز اشرب كوبايتين ثلاثه ميه وراها على قد ما اقدر علشان تكبر تشرب اكتر، ميه اكتر فتنفش اكتر في المعده وتاخد شكل المعده. الكوبايه الثانيه فيها طبقه الزيت او الطبقه الزيتيه، زي ما احنا شفنا الالياف بتحاول او بتقدر انها تحوط الطبقه الزيتيه دي او تمتصها وتبتدي تنزل زي ما انت شايفه كده. نزولها ده رايح على فين؟ رايح على امعاء ثم الاخراج بدون امتصاص. يبقى انا هنا كونت مركب وقف في المعده لمده 10 15 ساعه، وفي نفس الوقت امتص اي طبقه دهنيه. ايه الفايده اللي انا استفدتها هنا؟ اللي انا استفدت ان انا مليت المعده فبدات اتحكم فيك. انت جيت لي اول مره قلت لك كل نص رغيف الصبح، اربع خمس معالق رز في الظهر، جيت قلت لي مش قادر، انا مستحيل اعمل كده، انا مش قادر، انا عايز اعمل اكل. ممكن ده في تلاقي ناس يعني تتنرفز. فعلا 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 بيجي مسكين يقول لك يعني طب انا ده انا بشتغل، انا اعمل صحيح. ايه؟ بتحاول تفهميه ان الكميات اللي انت اللي انا كاتبها لك دي هي المناسبه ليومك بمجهودك، ولكن هو نتيجه لطبيعه جسمه اللي أو لخبطها أكله. او معدته اللي المعدة كبرها اتسعت. هو مش قادر، لكن هو كميه احنا اتخلقنا ناكل كميات الاكل دي، ولكن انت نتيجه معدتك الكبيره فبدات ما انتش قادر تتحكم في ده. هنا الالياف لما شغلت حجم كبير من المعده قفلت، خلت جزء صغير انا اقدر اتحكم في شهيتك. انت عندك شعور طول الوقت ان انت شبعان، ما انتش عايز تاكل، فبالتالي اقدر احط كميات الاكل ايه القليله دي بدون مشكله. لما تاكلي اكل قليل انت عايزين نتفق انه كل وزنك الزايد هو دهون، اغلبه دهون. الدهون هي مخزن الطاقه في الجسم، نتيجه اكلك الزياده طول العمر جسمك ياخد اللي هو عايزه ويخزنه دهون. بمنتهى البساطه عشان تحرق الدهون تاخد اكل اقل من الكميه المطلوبه، بس مش بس كده وخلاص، لازم تضمن ان جسمك هيحرقه الكميه دي. ما انت ممكن تاخد اكل قليل وما تحرقش وتتخن. صحيح. وفي ناس كتير بتيجي تشتكي من ده، الناس اللي بتاكل مره واحده في اليوم مثلا دي بتتخن طبعا. فبالتالي انت هتبتدي تاكل اكل قليل وتبتدي نحطه بشكل معين، انتظام معين طول اليوم، فتبتدي تحرق الاكل ده وتبتدي جسمك ياخد من مخزونه، فننزل كل اسبوع شويه كيلوات زي ما احنا بنشوف كده مع الناس اللي كان ليها تجارب ناجحه مع استخدام الالياف.